بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ المحاضرة الأولى في مادة الدوائر الكهربائية، وهي مادة أساسية في قسم هندسة الطاقات المتجددة. أول محاضرة نبدأ Definition and Law of Electric Circuit، اللي هي تعريفات عن القوانين في الدارات الكهربائية أو في الدوائر الكهربائية. Two element Two element electric circuit. Two element electric circuit, resistance or resistor and capacitors and inductor والبطارية تعتبر عناصر أساسية، وجنريتر عناصر أساسية في الدوائر الكهربائية. المقاومات والمكثفات والملفات والنظائر والمولدات وغيرها تعتبر أمثلة لعناصر كهربائية ذات طرفين، اللي هو طرف A وطرف B. أي عنصر كهربائي عشان توصله يوجد في طرفين A و B، اللي هو العنصر هذا شكل يمثل أي عنصر، ربما يكون مقاوم، ربما يكون مكثف، ربما يكون شنو ملف. هذا العنصر ذو طرفين، تيرمينال الكتريك انمنت. اول تعريف، او نحتاج لبعض التعريفات. اول تعريف الكرنت، اللي هو التيار الكهربائي. The current is the rate of the charger of the electric charger Q passing during the two terminal element with replaced to the charger time the الرو showing in the direction of current I تساوي dQ على dt، اللي هو معدل تغير الشحنات بالنسبة إلى الزمن. التيار الكهربائي هو I، هو معدل تغير بالنسبة للشحنة التي تمر خلال عنصر مع تغير بالزمن. تعريف الشكل التالي يبين showing the example for the represented the same current. هنا التيار طالع من العقدة A وماشي للعنصر الكهربائي ثم العقدة B. هنا لو غيرنا الاتجاه بس هو نفس قيمة التيار، ولكن ممكن نقول إن راع بالسالب، اللي هي عكس الاتجاه، سالب 3 أمبير. لا يوجد تيار بالسالب، ولكن شو يكون مضاد في الاتجاه أو عكس الاتجاه. عندي التعريف الثاني اللي هو الفولتج. الفولتج اللي هو فرق الجهد. الفولتج اللي هو potential difference، نفس التسمية، اللي هو فرق الجهد، is measurement of the energy required for the moving charger across two terminals. اللي هو فرق الجهد هو مقياس الطاقة المطلوبة لتحريك الشحنة الكهربائية عبر عنصر كهربائي. عندها نقول إن فرق الجهد بين النقطتين A و B. فالشكل أو الأشكال التالية اللي هو شكل 3-1، هنا نقول فرق الجهد بين A و B
إذا كان اعتبرنا أنها سالبة وهذه موجبة نعتبره 6 فولت. هنا بين لو غيرنا السالب هنا والموجب تحت نفس القيمة ولكن إشارة شنو سالبة. هنا لو رجعنا ودرنا هنا موجبة وهذه سالبة وسميناها برضو 6 فولت، يبدأ المعاكس لها اللي هو المعاكس لها اللي هو الشكل دي اللي هو ناقص 6 فولت، يعني هذا الشكل هذا عكس هذا والشكل هذا عكس هذا في الاتجاه اللي هو اتجاه البطن. نجول الباور أو كيف ما واضح هنا إن نرى الشكل 3 تيرمينال 3 شكل A and شكل B تيرمينال A is 6 فولت بوزيتيف with represent to the terminal B. الشكل من 1 3 C والفيجر 1 3 D تيرمينال B is 6 فولت اللي هي بوزيتيف with replace terminal A. نشوف القدرة الكهربائية اللي هي باور اند ريفرنس دايركشن، القدرة والاتجاهات المرتبطة. نجوا على طول للشكل التالي اللي هي عبارة عن القدرة الكهربائية عبارة عن في في اي اللي هو فرق الجهد في التيار. فرق الجهد في التيار المار يعطيني القدرة اللي موجودة في هذه الدائرة، باور الباور الموجود في هذه الدائرة اللي هي القدرة والاتجاهات المرتبطة بها. if at moment B positive then the element is absorbed power but if B is negative then the element is absorbed power. يعني إذا كان العنصر كان بي موجبة فإن العنصر شنو يعتبر؟ يعتبر مستهلك للطاقة، أما إذا كانت بي سالبة فإن العنصر ينتج شنو؟ طاقة. وننهي المحاضرة الأولى اللي هي مقدمة في الدوائر الكهربائية، وسوف نبدأ في المحاضرة الثانية الأسبوع القادم إن شاء الله.